تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة تفسير الأحلام، واليوم حنحكي عن قص الأظافر بالمنام. لا يعتبر هذا المنام من المنامات المحمودة أبداً أبداً، وبدل وغالباً ما بدل على المرض أو الخسارة. للمرأة المتزوجة بدل هذا المنام على المشاكل والخلافات الطويلة مع الزوج واحتمالية التعرض للطلاق أو للخيانة. للفتاة العزباء رح تعاني هذه الفتاة العزباء من إحراج مع أقارب الحبيب أو مع أهله أو معه بشكل مباشر. للموظف أو لرجل الأعمال بدل هيدا المنام على الخسارة بالمال أو على دين ممكن يعاني منه الرائي بشكل مخيف، وهيدا المنام بيتطلب الصدقة لرد طاقة وسلبية هيدا المنام. ضلكم بألف خير وباي باي.